بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم، عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم يا رب العالمين، إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا أرحم الراحمين ارحم المسلمين، يا أرحم الراحمين ارحم المسلمين، يا أرحم الراحمين ارحم المسلمين، ارحم أمة حبيبك المصطفى لأجل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا تسيء في أمته يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجزم. اللهم اجعل لنا فرقانا بين الحق والباطل. اللهم اجعل لنا نورا في أبصارنا وفي أسماعنا وفي قلوبنا وفي أبشارنا وفي دمنا وفي أجسامنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا، واجعل لنا نورا واجعلنا نورا برحمتك وبتوفيقك وبفضلك وبحبك لنبيك وبرحمتك بنا وبعفوك عنا وبضعفنا يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم نكمل ما ورد في الرسالة في باب الخشوع والتواضع، وكنا في الدرس الماضي تكلمنا على كلام سيدنا سفيان الثوري، قال: أعز الخلق خمسة أنفس: عالم زاهد، وفقيه صوفي، وغني متواضع، وفقير شاكر، وشريف سني. والشريف السني أي الذي ينتسب نسبه إلى سيدنا علي بن أبي طالب عن طريق سيدنا الحسن أو الحسين، أو حتى عن طريق سيدتنا زينب أو أبناء سيدتنا فاطمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أبناء أب عصبتهم لأبيهم إلا ولد فاطمة، أنا عصبتهم وأنا أبوهم صلى الله عليه وسلم. فكل من انتسب إلى سيدتنا فاطمة عن طريق أم أو أب فصار أبوه وعصبته ورسول الله صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث، خلافا لما يدعي بعض الأشراف في بعض البقاع أن الشريف هو الشريف من جهة الآباء فقط دون الأمهات، ولكن هذا الحديث يرد عليه. يقول: كل أبناء أب عصبتهم لأبيهم إلا أبناء فاطمة، فأنا عصبتهم وأنا أبوهم. فدل على أن الشريف حتى من جهة السيدة زينب أخت سيدنا الحسن والحسين يعتبر أيضا شريف من حيث النسب ومن حيث العصبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم تحفظ أنساب إلا الحسنيين والحسينيين، وانساب سيدتنا زينب وأولادها ضاعت في التاريخ فلا يدري أحد. ولذا اختلط وأراد الله هذا الأمر حتى تختلط أنساب أشراف الأمة المنسبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط عموم الأمة حتى تحترم كل الأمة، فتصير كل الأمة منسبة. فأنت إذا نظرت للأمة كلها تجد أن لا يخلو إنسان إلا وله صلة نسب ليس روحاني فقط بل جسماني برسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الأمهات أو بعض الجدات أو بعض الآباء الذي لا تدركهم أنت الآن، وهذا من رحمة الله. وكأن أمة النبي تأتي بعد ذلك، وكأن النبي هو أبوهم كلهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من آية الله في الزواج واختلاط الأنساب بعضها ببعض على مر العصور والأجيال. ولذا وجب علينا احترام كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل إن لم ينتسب بالنسب الجسماني فهو ينتسب بالنسب الروحاني. واعلموا أن فيكم رسول الله، ولم يقل معكم، قال فيكم، وانظر إلى قول فيكم وهي ظرفية تدل على أنه فينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر يجعلك تعتز بهذه النسبة الروحانية الجسمانية
التي جعله صلى الله عليه وسلم سرا ساريا في الأكوان وسببا لحياة القلوب والأبدان صلى الله عليه وآله وسلم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكل إنسان حي بالإيمان كانت سبب حياته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالهواء الذي هو سبب حياتك الآن الذي تتنفس والطعام والشراب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا لحياتك أكثر من سبب الهواء والطعام والشراب، لأنه فيك صلى الله عليه وسلم. وقال إنما أنا قاسم والله معطي. ولا شك أن حياتك ما هي إلا مدد من الله إليك، وكل مدد من الله إليك يأتيك من يد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله معطي، ولولا الواسطة لذهب كما قيل الموصود. فنريد أن نتكلم على الشريف السني، لأنه كان الأشراف في فترة من الفترات كان بعضهم كثير منهم بسبب ما حدث من ظلم سيدنا علي بن أبي طالب وظلم سيدنا الحسن وقتله وسيدنا الحسين وقتله وقتل العترة الشريفة، جعل كثير منهم يجد في نفسه نوع من العزة والأنفة تجاه غير العلويين وغير من ينتسبون إلى البيت النبوي بسبب هذا العداء الذي كان بين السياسيين في الفترة الأموية والفترة العباسية. فكانوا يرون في أنفسهم خاصية أنهم كانوا أولى بالخلافة حتى من سيدنا أبي بكر ومن سيدنا عمر، خلافا لما كان عليه إجماع الصحابة. ولكن نرد عليهم بأن سيدنا علي نفسه الذي يعني ينتسبون إليه قد بايع سيدنا أبي بكر، قد بايع سيدنا أبك، وهو أيضا بايع سيدنا عمر، وهو أيضا بايع سيدنا عثمان. فإن كنت وراء سيدنا علي فعليك أن تسلم لسيدنا أبي بكر وتسلم لسيدنا عمر وتسلم لسيدنا عثمان، لأنك لو كنت في جيله وتعيش معه لأمرك بذلك، لأنه هو نفسه فعل ذلك في نفسه. ومعلوم أن سيدنا علي لا يفعل الباطل أبدا، لأنه كان لا يخشى في الحق لومة لائم، وكان يقال عليه لفتى إلا علي، وكان أقضى القضاء سيدنا علي. كان حتى لما كانوا يختلفون في قضية كان يقول قضية ولا أبا الحسن له، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقضاكم علي وأفرادكم زيد وأقرأكم أبي وأرفقكم بالأمة أبي بكر وأشدكم في الحق عمر، وهكذا. فكل له خصيصة، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبي عبيدة الجراح، وهكذا. فكان كل واحد من الصحابة له خصيصة، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وهكذا. فكل واحد من الصحابة كان له خصيصة من الخصائص، فخصص سيدنا علي في القضاء بكلام النبي قال أقضاكم علي. ولا شك أن الخلافة من قضايا القضاء، وسيدنا علي قد قضى فيها بأنه سلم الأمر لما صار عليه المسلمون بإجماع المسلمين، بعدما كان يظن في نفسه قبل ذلك أن له حق في هذا لقربته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما وجد إجماع المسلمين استقر الأمر وسلم نفسه لإجماع المسلمين، فهذا قضاؤه سيدنا علي. فصار سيدنا علي في هذا الأمر نموذجا يجب أن يحتذي به أبناؤه في كل عصر، فلا يتعصبون لذلك ولا يتعصبون ضد سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، لأنهم كانوا بالنسبة للنبي كالوزيرين الكريمين الأمينين له صلى الله عليه وسلم. ومن محبتهم فيه ومحبته لهم جعل الله مسواهم بجوار جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. فنقرأ الحديث الوارد في هذا المعنى كما أورده الإمام مسلم في صحيحه في باب حكم الفيء، يقول حدثني محمد بن رافع قال أخبرنا حجين قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق بعدما صار خليفة تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حالها التي كانت عليها في
في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. وجدت يعني إيه؟ يعني خدت على خاطرها، حزنت، غضبت، خاصمته، شيء من هذا. لأن سيدتنا فاطمة كانت تعتقد، حتى لو كانت تعتقد أن ما تركه صدقة، ولكن لماذا يكون هو وصيا على مال أبيها؟ يترك مال أبيها لهم، هم يقومون فيه بما يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس وصيا عليهم، فهم ليس عندهم سفه ولا جنون ولا عته ولا صغر، فلما يوصي نفسه دون أن يوصيه الرسول صلى الله عليه وسلم على مال النبي؟ فأنت إن كنت تعمل فيه كما يعمل رسول الله، فنحن نعمل فيه كما يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على سبيل التملك، بل على سبيل ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن وجهة نظر ستنا فاطمة، فإيه المانع؟ لماذا أنت تأخذ مال أبي وتتصرف فيه حتى ولو لم كان يورث؟ إن كنت تعمل فيه كما يعمل، فنحن نعمل فيه كما كان يعمل. هذا وجهة نظر ستنا فاطمة، وهي وجهة معتبرة. فوجدت على نفسه. وإن كان الشيعة يفهمون هذا الأحاديث بمعنى آخر، ويقولون أن ما تركنا صدقة ما بمعنى نافية، أي لم نترك صدقة، ما تركنا فجعلوا ما نافية، أي ما تركناه صدقة بل إرثا. الشيعة فهموا الحديث على هذا المعنى، ها؟ ما هم فهموه كده واقتطعوه. أولا الحديث مروي عن عائشة، فعندهم عائشة لا يأخذون حديثها. ثانيا لما ثبت عندهم من جهات أخرى فقالوا ما قد تكون نافية فيصح عندنا فهمنا، وإذا معلش قالوا أنها نافية، ما تركنا صدقة أي لم نترك صدقة. طب ما لا نورث؟ طب ما قال لا نورث، ما تركنا صدقة، واخد بالك زي قال لا نورث، يعني لا نورث غيرنا، يعني قلبوا الدنيا. ما هو ده شغل نوع ضلال، احنا مش عايزين الضلال ده، احنا عايزين ناخد النصوص بالحق. ستنا فاطمة كانت تعتقد انه لا يورث، طب وليه زعلت من سيدنا ابو بكر؟ لانه ليسوا هم من اهل السفاهة ولا الصغر حتى يحجروا عليهم ويصيروا وليا على مال ابيه. فهي علشان كده قالت طيب ما تديه العلي، زوجي هو اللي ربى النبي، وانتوا نفسكم تعرفوا انه اقضاكم عليه، طب ما يقوم فيه بما كان يقوم رسول الله، تقوم انت لي بيه. فهمت بقى وجهة نظر ستنا فاطمة؟ وعشان كده ستنا فاطمة ما رضتش تخلي سيدنا علي ايه يبايع سيدنا ابو بكر، من باب الضغط عليه، من باب الضغط عليه علشان يرد المال سيدنا علي يقوم بيه، وبعد كده بقى يبايع. فالمهم فوجدت اذا ترك صدقة، يعني اوصى بان ماله كله يكون صدقة، اوصى تتحقق في الثلث، تنفذ في الثلث. سيدنا رسول الله خلاص ماله لا يورث، لكن ينفق من ماله على زوجاته، وينفق من ماله على أهل بيته. الأمر ده بقى متروك للاجتهاد. سيدنا أبو بكر اجتهد ووجد أنه هو صار محل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث، فيبقى هو اللي يقوم به. سيدنا أبو بكر شاف كده باجتهاده. سيدنا علي قال لا، ده حاجة خاصة إحنا قرابته، واحنا اولى ان احنا نقوم به بما كان يقوم هو به. ايوه، طب وليه انت توقف نفسك؟ إيه وده اللي عمله سيدنا ايه عمر بعد كده في اخر خلافته، لما جاءوا سيدنا عمر وسيدنا العباس يتخانقوا مع بعض وعايزين، فعمل ايه سيدنا عمر؟ ادال سيدنا علي، قال له خد خلاص، واعطاه لسيدنا علي، وصار بعد ذلك سيدنا علي يتصرف فيه كما كان يتصرف فيه سيدنا عمر قبل كده، وكما يتصرف فيه سيدنا ابو بكر كده. كنظر للوقت، انه ده مال للنبي يتصرف فيه كما كان يتصرف النبي، وده اللي عمله سيدنا عمر فعلا. كانوا عايزين يعملوه من ايام سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر ابى، وجد ان هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فانتوا هتاخدوه لي، طب ما انا هعمل اللي كان بيعمله النبي. وبعدين لقى ان هي دي برضه من باب الشرف، اللي هو مش عايز يتركه، هو شرف بهذا انه يقوم بالايه بالمحافظه على مال النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته، فيوفر عليهم الارهاق في رعايه المال والإرهاق في جمع هذه الأموال من محبته في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيديهم. يبقى سيدنا أبو بكر عملوا محبة، مش ديكتاتورية، عملوا محبة وعملوا تشريفا لنفسه،
وسيدنا علي ستنا فاطمة ما فهمت الموضوع مش كده. ستنا فاطمة فهمت ان ده ملأ بيها فهي اولى بيه، تقوم هي بيه وزوجها يقوم بيه لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولانهم ليسوا من السفاهة اللي بيه حد يتولى القيام على مالهم. حصل نوع من سوء التفاهم، لكن سوء تفاهم لطيف، سوء تفاهم لطيف كويس. ها كل مجتهد، هو ده اجتهد من جهة، ولما تيجي تنظر لكتاب سيدنا ابو بكر تعذره. طب ما هو ليه حق، انت دلوقتي لما هتقوم على المال مش هتتعب وترهق نفسك؟ هو بيحب آل البيت وبيحب آل النبي، مش عايز يرهقهم، انا هقوم بيه بالنيابه عنكم وهجيب لكم المال لحدكم. يبقى هو بيعمله محبه وبيعمله تشريفا، يبقى دي وجهه نظره جميله حلوه، نيه حلوه، ويساب عليه. ستنا فاطمه عندها اعتزاز بمال ابيها، واي واحد عنده يكون ابيها، من مثلها ومثل ابيها؟ لا احد. فهي اعتزازها بابيها شديد ولها الحق، واخد بالك؟ فانت طب اشمعنى انت، ايه دخلك؟ لا انت قريبنا ولا انت تطيع على عيننا وعلى راسنا، لكن انت دلوقتي ما فيش قرابه، وده مال النبي واحنا نقوم بيه، والدهولنا احنا هنقوم بيه، واخد بالك ازاي؟ فلما حصل الخلاف ده هو ده اللي ايه اللي خلى ستنا فاطمه تجد من حيث إيه اجتهادها خالف سيدنا ابو بكر، فوجدت فاطمه على ابي بكر في ذلك. قال فهجرته فلم تكلمه. مش تروح بقى خلاص تزعق له بتاع، دول اهل البيت، قال البيت دول ادب، ما عجبهاش اجتهاده، قعدت في بيتها وملهاش دعوه بيه، خلاص ما كلمتوش حتى توفيت، وعاشت بعده 6 اشهر. ومعلوم طبعا ان سيدنا ابو بكر راح استرضاها ووقف على باب بيتها وقال انتم عندي يعني اولى من قرابتي وقرابه رسول الله، احب عندي من قرابتي، وهكذا حتى استرضاها وبكى على باب بيت حجرتها حتى فتحت له الباب علشان ايه يسترضيها قبل وفاتها، لانها مرضت 6 اشهر وماتت بعد وفاه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 اشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن ابي طالب ليلا، برضه دفنها ليل وما قالش لحد، دليل ان سيدنا علي كان لسه برضه واخد على خطر صح، وما كانش بايع سيدنا ابو بكر 6 شهور دي كمان. ولم يؤذن بها يعني ابا بكر، ما اعلمش ابا بكر بانها توفيت وانه دفنها. وصلى عليها علي، وكان لعلي من الناس وجهه حياه فاطمه. كان سيدنا علي عنده عذر انه ما يبايعش سيدنا علي في حياة ستنا فاطمة، لانه يقول له ده مش عايز يزعلها، وذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني، يقبضني ما يقبضها ويفرحني ما يفرحها، يحزنني ما يحزنها. فسيدنا علي كان عنده وجهة نظر امام الصحابة ان ما يبايعش سيدنا ابو بكر في حال حياة ستنا فاطمة، مراعاة لخاطر فاطمة، هما كلهم كانوا يراعوا خاطر ستنا فاطمة كويس. بعد ما توفيت ودفنها بقى يمشي في وسط الصحابه، مالوش حق بقى يبايع بقى، انقضت ايه العذر، خدت بالك؟ وكان لعلي من الناس وجهه حياه فاطمه. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، لقى الناس بقى ايه وجوههم باينه ان هي يعني ليه انت متاخر كده، ليه ما بايعتش؟ فالتمس مصالحه ابي بكر. فسيدنا علي لما لقى اجماع الناس مع سيدنا ابو بكر، فهو بقى ايه عايز يمشي مع اجماع الامه، لان الخارج عن الامه والخارج عن الاجماع الرسول صلى الله عليه وسلم وسماه بالفسق. فسيدنا علي لا مش معقول يكون فاسق، فمشي مع الاجماع كويس. فالتمس مصالحه ابي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الاشهر، فارسل الى ابي بكر ان ائتنا ولا ياتنا معك احد. بعت لسيدنا ابو بكر قال له تعال لنا البيت وما تجيبش معك حد، كراهية محضر محضر كراهية محضر عمر ابن الخطاب. فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك، خايف عليه لحسن ايه سيدنا أبو بكر عنده رفق، وخايف عليه وسيدنا علي زعلان وممكن يشتد عليه وكده، سيدنا عمر خايف على سيدنا أبو بكر، قال له لا لا ما تروحش لوحدك، تروح وحدك ازاي؟ والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي بن أبي طالب، ثم قال إن قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله،
ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كويس، ده كلام سيدنا علي، خدت بالك؟ فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عين أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. في المسجد بقى أمام الناس بعد ما اصطفوا بينهم وبين بعض، فقال له: إيه موعدك العشية؟ في البيع، للبيع. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر، العشية تبتدي من بعد صلاة الظهر، فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب، فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر، يعني لم يحمله تأخره على بيعة سيدنا أبو بكر، إنه هو بينفس عليه يعني بيغير منه، ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكن كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا: أصبت. فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف، أو كما قال في رواية مسلم. فالخلاصة أنه الآن بعد مثل هذه الروايات، وأن سيدنا علي بايع ووافق على هذا، لا حجة للشيعة في كراهية سيدنا أبو بكر وعمر، لأنهم إن كانوا يدعون أنهم خلف سيدنا علي، فسيدنا علي بايع سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان، فلا حجة لهم في كراهتهم. ولكن للأسف حتى يظلوا على مذهبهم رفضوا روايات كثير من الصحابة حتى يروق لهم الأدلة التي توافق ما هم عليه من مذهب ذهبوا إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى حظيرة أهل السنة والجماعة ردا جميلا، وأن ينير بصائرهم، وأن يحببنا إلى صحابة نبينا ويحببهم إلينا، وألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. نرجع للرسالة القشيرية مرة أخرى. وقال ابن عطاء: التواضع قبول الحق ممن كان. التواضع انك تقبل الحق من اي انسان ولو كان اقل قدرا في نظر الناس، هو ده التواضع. مش انسان يردك الى الحق وتقول له: انت مين انت تتكلمني؟ مين انت تعرفش ان انا معايا دكتوراه وانت معكش الابتدائية؟ لا يا رب، ما بيعرفش يفك الخط، وانت اكبر عمة في المنطقة. طالما ردك إلى الحق يرد، ترد للحق، دي بقى دي تواضع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الكبر، قال إيه؟ غمط الحق وبطر الناس، أو بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس. بطر الحق يعني إيه؟ تنكره. لكن لما تاخد الحق من أي إنسان، من أي إنسان ولا تنظر لهذا، يبقى في هذه المعنى ترى نفسك. حتى شوف سيدنا عمر يقول إيه: ويحك يا عمر، كل الناس أفقه منك يا عمر، حتى النساء. شوف لما المرأة ترده ليه؟ لأنه ما كانش عنده هذا الكبر، كان عنده التواضع. سيدنا عمر تعلم ذلك من سيد المتواضعين صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين التواضع ده ليه سر عجيب. سيد الخلق أجمعين، ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل مقره في السماء، جعل مقره في الأرض، والأرض متواضعة على السماء، فلما تواضعت جعلها هي مكان ولادة ظهور هذا النبي العدنان. وعشان كده قال له: الكوكب الدري حين وطئته أمس حصاه يتيه فوق الأنجم. فلما الأرض تواضعت جعلها الله مقرا ومستقرا لنبيه أشرف خلقه، ولو كانت الشرف يؤخذ من المكان لكان مقر النبي في السماوات العلى، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل حقيقته في السماوات العلى وجسده الشريف ظاهرا في الأرض لتواضع الأرض، ليعلمك بعد ذلك أن من تواضع لله رفع شأنه. حتى في الجمادات، حتى في الجمادات، سبحان الله. ولكن الإنسان إيه؟ عليه أن يعتبر. وقيل ركب زيد بن ثابت،
سيدنا زيد بن ثابت من علماء الأمة الكبار، وجمع المصحف في عصر سيدنا أبو بكر، وهو اللي جمع المصحف مرة تانية في عصر سيدنا عمر، وهو اللي جمع المصحف في عصر سيدنا عثمان، وكان من حفاظ القرآن الكبار، وكان من كتاب الوحي وأنصاري، وعالم كبير من علماء الصحابة سيدنا زيد بن ثابت، وكان أكبر من سيدنا عبد الله بن عباس سنا. فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه، يعني علشان جاي سيدنا زيد بيركب، فسيدنا عبد الله بن عباس مسك الركاب اللي هو الحاجة اللي بيحط فيها رجله عشان يطلع الفرس، بيسندها له عشان يحط ايه قدمه فيها. فقال له: ما هي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا ما يصحش، يعني عفوا. فقال: هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول له ايه، احنا امرنا ان نبجل علمائنا، وانت من علمائنا، احنا امرنا ان نفعل هذا بعلمائنا. وده دليل على تبجيل العلماء، وان دي سنة متبعة، ان كل العلماء يجب ان يبجلوا. وعشان كده احنا تربينا اول ما يدخل المدرس الفصل يقولوا لنا قيام، نقف لحد ما طلعوا الجماعة الوهابية ياهم، يقول لك لا ما تقومش. تقوم ليه؟ الطريقة بتاعته هفت. ما هو هي دي السنة المتبعة، انك انت تبجل من يعلمك، لان من يعلمك ده له فضل عليك، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. فانك انت تقوم لاستاذك، وانك انت تخدم استاذك وتحمل عنه حمله، وانك توصله وتخدمه. بل احنا لم نرى احد خدم علمائه ومشايخه الا وربنا بارك له. الشيخ الدكتور علي جمعة، انا اعرف الدكتور علي جمعة من سنة 80، يعني اكتر من 25 سنة، كان يعني يسارع في خدمة مشايخه، كان معظم مشايخه كبار في السن، كان يروح بعربيته يوصله للدكتور ويرجعه بيته ويخدمه ويجيب له الدواء كده على طول، كان في خدمة مشايخه على طول، مر بهذا. وشوف انت الوقت الدكتور علي جمعة ربنا فتح عليه ازاي في العلوم، مش بيتكلم علشان بقى في مركز، لا، احنا لا ننظر للدنيا، لكن احنا بنتكلم على فتح الله في العلوم وفي الصدور وفي انشراح الصدر، واخد بالك؟ لم يفتح على احد من اقرانه في هذه البلد مثل ما فتح عليه. والله اعلم، انا ارى ببركة خدمتي لمشايخ، لان اذا كان ذكاء ففي من جيله اذكياء كثيرين. فالمسألة مش ذكاء عقل ولا قريحة عقل، بقدر ما هي بركة خدمة المشايخ، واخد بالك؟ اهو الصحابة، سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس مين؟ ابن عم رسول الله، حبر الامة، بيمسك الركاب لسيدنا زيد بن ثابت لانه اكبر منه سنا ومن علماء الامه، يبقى بيخدمه. يبقى خدمه العلماء دي مطلوبه، مطلوبه تخدمه وتقضي مصالحه وتسال عليه، ولو كان محتاج حاجه تعملها له، يعني دي نعمه كبيره، بل بركه العلم لا تاتي الا بخدمه العلماء. فالمهم قال له: هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. فاخذ زيد بن ثابت يد ابن عباس، راح مسك سيدنا زيد بن ثابت يده اللي هتمسك الركاب وقبلها. يبقى تقبيل اليد هو جائز، مش يقول لك عليها السجدة الصغرى. جماعة الوهابية يشوفوا واحد يقبل ايد الشيخ يقول له ايه ده، السجدة الصغرى، لا حول ولا قوة الا بالله، وهو لا فاهم حاجة ولا. طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في اشرف من النبي، قبل يد الرجل اللي هي ايده خشنة من العمل، قبل ايد من هو دونه صلى الله عليه وسلم، وقال: هذه يد يحبها الله ورسوله، لأنها خشنة من العمل. وكانت إذا دخلت عليه ستنا فاطمة قام إليها وسلم عليها وقبل يدها وقبلت يده وأجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم. ستنا فاطمة بنته، يبقى عادي طول عمر الأمة كده تقبل أيادي الكبار والصغار، وكان يقبل يد الطفل شفقة به ومحبة فيه صلى الله عليه وسلم. يبقى طول عمر الأمة كده، طول عمرنا نشوف أبائنا وأجدادنا يقبلوا إيد الشيخ اللي بيحفظهم القرآن، الشيخ اللي في الجامع، شيء عادي، لحد ما طلع المذهب إيادة اللي أنت عارفه ده، أصبحوا إيه؟ يقول لك ما فيش ما يدل. لكن سيدنا عبد الله الصديق الغماري ألف رسالة جميلة سماها إعلام النبيل بجواز التقبيل، وهي رسالة مطبوعة قصيرة أورد فيها أدلة كثيرة من بينها هذا الدليل اللي هو فعل سيدنا عبد الله بن عباس مع سيدنا زيد بن ثابت، حيث قبل سيدنا زيد بن ثابت ومن علماء الأمة الكبار قبل يد سيدنا عبد الله بن عباس. فإن كان هذا الأمر غير موروث عندهم من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يقبلون قدمي النبي وليس يده فقط
سيدنا سلمان الفارسي عندما وجد كل علامات النبوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أخذ يبكي ويقبل يدي النبي وأكب على قدميه يقبلها، لأنه منتظر وبقاله 200 سنة 300 سنة. سيدنا سلمان أقل ما قيل في عمره 400 سنة عاش، أقل ما قيل في عمر سلمان. يعني شوف منتظر النبي صلى الله عليه وسلم من فارس، كان في المجوسية وبعدين بقى يهودي وتعلم اليهودية سنين طويلة لحد ما مات الحبر اليهودي ودله على واحد تاني في الشام وقعد معه لحد ما مات، وبعد ما مات قال له لا انت الوقت خلاص تروح بقى في الحتة الفلانية في جزيرة العرب، ده الوقت اللي آن أوان مبعث نبي خاتم. فضرب عليه الرق لأن خطفوه هو مسافر، وكان اللي يتخطف هو مسافر يبقى عبد خلاص، يسلسلوه يبيعوه في سوق الرقيق. ضرب عليه الرق وبعوه فين؟ في يثرب. فوجد يثرب مدينة في جزيرة العرب فيها نخيل وبين حرتين بين جبلين، قال هي دي الظاهر مهاجر النبي اللي قالوا لي عليه، والله لا أقعد هنا. فقعد عبد عند يهودي في المدينة المنورة سنوات ينتظر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما جاء النبي وهاجر وسمع بمهجره، ففي علامات عايز يعرفها فيه انه يقبل الصدقة ولا يقبل الهدية، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فجاءه بتمر مرة وهو جالس مع صحابته وقال هذه صدقة لك ولأصحابك، فقبلها النبي وقدمها لأصحابه ولم يأكل وقال إن لا نأكل الصدقة. فعرف أول علامة. تاني علامة جاب له شوية تمر بعدها بعدة أيام وجاء إليه وقال هدية لك ولأصحابك، فأكل منه هو وأصحابه. فأول علامة بانت. ناقص العلامة الثانية، يبقى العلامة الأولانية أن مهجره في هذا البقعة، وأنه عربي قرشي، وأنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. ناقص بقى يشوف ختم النبوة اللي بين كتفي النبي. فلما أكل النبي وأكب على الأكل يأكل وجالس يأكل كده، سيدنا سلمان واقف بيبص خلف ظهر النبي عايز يشوف، فسيدنا رسول الله فهم فراح عمل له العباية كده صلى الله عليه وسلم عشان يرى ختم النبوة. فأول ما ورى ختم النبوة أكب على قدمي النبي يقبلها ويبكي وأسلم سيدنا سلمان. يبقى قبله حتى قدمي النبي، للي يفهم بقى هل النبي سأله لا كده شرك حاجة غريبة. فتقبيل اليد أمر مطلوب، لأن تقبيل اليد إما للتبجيل والتكريم فيكون للعالم وللأب وللجد وللمدرس وللأستاذ ولكبير السن، أو يكون للرحمة والشفقة كتقبيل يد الطفل، أو للمحبة كتقبيل يد الزوجة وغير ذلك. فالتقبيل له يعني أمور كثيرة، إنما التقبيل ليس علامة من علامات العبادة أصلا، لأن الله ليس جسما يقبل. طب ما أنت بتقبل الحجر الأسود عبدته؟ لا نعبد الحجر الأسود، وإحنا هنعمل زي اليهود يصوروا المسلمين وهم بيتخانقوا على الكعبة ويقولوا في أوروبا شوفوا المسلمين بيعبدوا الأحجار. اليهود بيقولوا علينا كده في أوروبا لما بيجيبوا صور المسلمين بيتنافسوا، ولا يخطر في بال مسلم ويتنافس على الحجر الأسود لتقبيله أنه يعبد الحجر الأسود أبدا، ولكن نحن نقبله لأن الله أمر بتقبيله، ولأن الله سبحانه وتعالى جعله يمينه في الأرض. فالله ليس بجسم، وأنت جسم كثيف تريد أن تصافح ربك، فكيف تصافح ما ليس جسما؟ فخلق الله سبحانه وتعالى لك جسما وجعله نموذج ليمين الله في الأرض، فإن وضعت يدك عليك أنك وضعت يدك في يمين الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من ذلك. ثم يبعثه يوم القيامة هذا الحجر، ربك يجعله له لسان ينطق ويشهد لكل من استلمه بالإيمان. حكاية سهلة. فالمسلمين عندهم التقبيل مش علامة من علامات العبادة أبدا أبدا، بل علامة من علامات المحبة والشفقة. وعشان كده بعض الناس يجي يزور الولي يقبل ايه الحاجات القريبة منه، الجدار يقبل، هو لا, 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 لا يعبد الحجر ولا يعتقد ذلك، ولكن هو يقبل هذا لانه قريب من المحبوب، كما تقبل انت خطاب جاءك من حبيب، كما تقبل انت مثلا عبايد جدك اللي مات من سنين وكان جدك مربيك ومحفظك القرآن واشتقت له، فتفتح الدولاب وتطلع العباية بتاعته وتقبلها كأنك انت حضنته. يعني معنى هذا انك انت بتعبدها، لا يخطر في بال مسلم اصلا، لا يخطر في بال مسلم. لكن دول شوية ناس اتخبلوا وعندهم شهوة لتكفير الناس، فدي خبلة كبيرة. فنسأل الله السلامة. حسن الظن من العبادة، حسن الظن بالمسلمين دي عبادة كبيرة،
وأكذب الحديث سوء الظن أكذب الحديث. الظن أكذب الحديث، الحديث كده للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك تسيء الظن بالمسلم ده أكذب الحديث. فتلتمس لأخيك الأعذار، تقول لعله محب، لعله غلبه الوجد، غلبه الشوق، يبقى خلاص الحكاية سهلة. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا جميعا. فعادي يا سيدي، كنت بشرح في مسجد المقطم أول درس أروح بشرح لهم صحيح البخاري، كنت أول مرة أحضر في مسجد المقطم. وبعدين في بعض الإخوة بيحضروا لي في أماكن مختلفة، وما أعرفش بيعملوا فيا ليه كده، بيقبلوا إيدي. والله أنا لا أحب هذا وأشهد الله على هذا، لكن اللي حصل كانوا الأول إيه يحاولوا يقبلوا إيدي، أخطفها كده ألاقي إيدي في الآخر اتفكت. فمرة قعدت شهر فعلا صوابعي وجعاني، فبقيت أسيبها بقى أعمل إيه؟ ما أنا كنت ألاقي نفسي قاعد أخطف كده، والله إيدي اتفكت. وبعدين أنا جراح بشتغل بإيديا، لقيت نفسي مش عارف أشتغل، صوابعي وجعاني، فبطلت بقى. المهم لما حضرت في الجامع ده وبصيت لقيت الناس كأول درس كان حاضر نص المسجد يسمع الحديث، وفي آخر الدرس بصوا لقوا مجموعة سلمت عليها قبلت إيديا، تاني درس ربع المسجد، تالت درس أقل فأقل فأقل. فجالي إمام المسجد يقول لي يا دكتور يسري الناس كانت بتحضر وبعدين لقوا الناس بتقبل إيدك كده كشت، وقالوا إيه جال الشيخ ده اللي بيخلي الناس تقبل إيده ده، مش مستسغين الموضوع ده، فبطلوا يحضروا لك. والله ده حصل، ما اللي حصل بقى، فبقى بيحضر لي مين حوالي 20 كده وخلاص. كل ده بسبب ايه؟ ان استقر في روع الناس ان التقبيل ده حرام، وانه السجدة الصغرى، وان ازاي يعملوا كده في الشيخ. فرحت جبت للشيخ رسالة الشيخ عبد الله الصديق الغماري اعلام النبيل بجواز التقبيل يقراها، لانه امام المسجد راجل من الاوقاف وامام المسجد، ما كانش يعرف أدلة هذا. فبفضل الله بعد كده بقى يقبل إيدي، أنا مش مديها له عشان يقبل إيدي. أنا مش مديها له، أنا عايز أقول له إن ده أمر مستساغ في الأمة على مر العصور، إن الناس سيدنا الإمام النووي لما تقرأ في سيرته، الإمام النووي ده كان من أكبر علماء عصره ما شاء الله، يعني معروف، وكان يجلس في المجلس بتاعه يدي الدرس، كان إذا دخل عليه حافظ قرآن، إحنا نقول عليه فقي، في مصر يقولوا عليه إيه؟ فقي. لدرجة ان يشتموا الناس يقولوا انت هتبقى فقيه، يا احنا طايلين نبقى فقيه حافظ القرآن. لكن كل ده جالنا من ايه؟ من الاحتلال الانجليزي من ايام اللورد كرومر بتحقير الحفظ، يقول لك لا اللي يحفظ يبقى غبي، افهم بس، لان احنا ديننا يقوم على الحفظ، فاشاعوا بين الجيل ان اللي يحفظ يبقى غبي، لازم تفهم وما تحفظش علشان نضيع القرآن. ودي لعبة اللورد كرومر بتاعت زمان، لكن الحفظ هو الذكاء، والحفظ هو انك انت تضبط النص، فالضبط يكون على الحفظ، والأمة قايمة على هذا طول عمرها. فالفقي ده حافظ القرآن، لكنك منه ما يفهمش معنيه حافظ بس، فبقى أشاع بين الناس، اما يشتم واحد يقول انت عايز تبقى فقي ليه؟ علشان يحقره من يحفظ القرآن. دي لعبة قديمة، وربنا ينجينا. لكن انظر بقى سيدنا الإمام النووي كان يعمل ايه مع هذا الفقي لما يدخل عليه وده يروح حافظ القرآن ومش عالم، ده براباند، قول له سمع سورة كذا ما يغلطش، طب فسر آية كذا ما يعرفش، واخد بالك؟ لكن حافظ كان يعمل ايه؟ يترك الدرس ويقوم يقبل ايده. كان الامام النووي يعمل كده، اما يدخل عليه حافظ قرآن يقوم يترك درسه ويقوم يقبل ايده ويقول اقبل يد من يحفظ القرآن، واخد بالك؟ اكراما لاهل القرآن. فتصور انت لما الناس تشوف الشيخ الكبير ده يلاقي واحد حافظ القرآن داخل يقوم يقبل ايده، كيف ينبني في قلوبهم محبة القرآن. والشاب الصغير ده اللي قاعد يتفرج على الشيخ الكبير ده يقوم يقبل ايده ويتمنى يبقى من حفاظ القرآن، يقوم يثير في الناس محبة، ويصبح اهل القرآن هم اعلى الناس محترمين، وهم الناس المحترمين في الايه، يقوم بعد كده يعود مرة اخرى اهل القرآن يكونوا اشرف ايه الناس، لان هم المصطفين. ثم اصطفينا من عبادنا، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فده اصطفاء، ده مش اي واحد، هو كل من قال انا هحفظ القرآن يعرف يختمه، وكل من ختم القرآن حافظ عليه، وكل من حافظ عليه بقى متين فيه. ده يعني تصفية بعد تصفية بعد تصفية بعد الشغلانة، وكل بقى متين فيه بقى يعرف تفسيره، وكل من علم تفسيره بقى يعرف اشاراته، وكل من علم اشاراته بقى يقوم باحكامه. ده شغلانة كبيرة، ده امر كبير. وعلشان كده شفت بقى الامة من مجرد بس تقبيل اليد بيورثوا
في الشباب والأطفال في الصغر محبة أهل الصلاح. يوم يتولد الطفل يتربى على محبة أهل الصلاح والتقوى، يوم حتى لو ماشي على حل شعره شوية يبقى عنده ضابط عايز يرجع يبقى من أهل الصلاح والتقوى، يوم يبقى عنده باب مفتوح للتوبة. إنما لما يتولد ويتربى على احتقار أهل الصلاح والتقوى يبقى الشيخ اللي بيربيه في المسجد وبيربيه في الكتاب ده شيخ ناهم. شفت انت صوروه ازاي في مسلسل أم كلثوم الشيخ اللي بيحفظهم القرآن، كيف يكون صورته قبيحة، وازاي بقاعد بياكل والعيال جعانين وما يقول لهمش اتفضلوا. شوف الصورة القبيحة دي، ما كانش الشيخ كده أبدا، ما كانش سيدنا في الكتاب كده أبدا. احنا في بلادنا كان جدي الله يرحمه عمدة البلد وكان يحفظ القرآن وكان يقولوا عليه الشيخ السيد كويس، ويلبس جبة وقفطان لأنه خد ابتدائية أزهري وما كملش وبعد كده قعد في البلد. لكن ما كانش الناس وهو رغم أنه عمدة البلد وحفظ القرآن يقبلوا إيده، كانوا يسلموا عليه عادي كده، يحترموه كل حاجة بس يسلموا عليه عادي كده. يجي بقى الشيخ مولانا بتاع الكتاب لابس جلابية رصة وراجل ماشي بشبشب مقطوع، كل أهل البلد يتخانقوا عايزين يقبلوا إيده، والعمدة معدي زكى عمدة ولا حد عايز منه حاجة. لكن هات بقى مولانا بتاع الكتاب ده سيدنا، كل البلد عايزة تروح تقبل إيد سيدنا ومولانا. توارثت هذا الأمر الأمة في كل قرية وفي كل بقاع، وعشان كده القرآن كان محفوظ في صدور الناس ببركة خدمة أهل القرآن. كل واحد في بيت في البلد يوم ما يخبز أحلى رغيف يديه لسيدنا، ويوم ما يربي فراخ أحلى فرخة يديه لسيدنا، ويوم ما يزغط بط أحلى بطة يديه لسيدنا، ويوم ما يروح يكسي عياله أحلى قماش يجيبه لأولاد سيدنا. رخر سيدنا ده كان بيربي أولادهم ويحفظهم القرآن، وفتح بيته من بعد الفجر لبعد العشاء، باب بيته ده ما يتقفلش، باب بيته ده مدرسة مستمرة، العيال تعدي على سيدنا الصبح أول قبل ما تروح المدرسة يسمعوا عليه الجزء بتاعها، ويروحوا المدرسة ويرجعوا المدرسة يلعبوا، ويروحوا بيتهم يتغدوا ويروحوا على بيت سيدنا يسمعوا تاني، ويروحوا يلعبوا كرة قدام بيت سيدنا، ويخشوا على بعد المغرب يسمعوا عند بيت سيدنا، وبعدين يروحوا بعد كده يذاكروا ويناموا، ويجوا بعد كده ناس كبار جايين من موظفين يقروا عنده بعد العشاء. بيت سيدنا ده كان جامعة، كان جامعة، كان كل شهر بيخرج 2 حفاظ قرآن ختمينه كل شهر. هاتلي مدرسة كده بتطلع كل شهر 2 حافظين قرآن، مفيش. واخد بقى، كان سيدنا بمدرسته البسيطة، البسيطة دي كان بيطلع كل شهر 2 حافظين قرآن ويعملوا لهم حفلة في البلد. لما مات سيدنا ضاع سيدنا، ما جاش زيه تاني. ليه؟ علشان انتشر بينا ايه، اننا ما نحترمش اهل القرآن وما نقبلش ايديهم وما ندهمش احلى ما عندنا، فاصبح اهل القرآن ضايعين مسكين. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيد في الامة مرة اخرى احترام اهل القرآن واحترام اهل الدين واحترام اهل الايمان. فالامر ده امر هام لانه بيربي الاجيال على محبة ان يكونوا محترمين، فيجد انه لا يكون محترما الا بالسير في هذا الطريق، فيسير في هذا الطريق منذ صغره. انما الوقت لا يرى محترما الا مين؟ اللي معاه شهادة عالية واللي راكب سيارة فاخرة واللي بتاع، فيبقى همه تحصيل الدنيا عشان يبقى محترم. لكن الناس زمان ما كانوش يبصوا لمحصل الدنيا. انا بقولك كان جدي عمدة يركب البتاع هو ماشي زكى عمدة، يجي سيدنا ماشي على الارض على رجليه، الناس كلها تتكالب على سيدنا ده، اللي يشيل معاه حاجة واللي يقبل ايد واللي يوضب له العباية على ظهره لحسن تقع وهو ماشي، وقاعدين يحبوا حب. ولا كان العمدة يزعل ولا يغير منه ولا حاجة، لان هو نفس العمدة كان ينزل يقبل ايده. شفت قد ايه؟ فعايزين نرجع تاني للامور كما كانت، نرجع نوجد هذا السيد اللي هو سيدنا. لما يقولك سيدنا ويطلقوا سيدنا يقصدوا بيحفظ القرآن، اللي بيحفظ ولادهم القرآن. شوف قد ايه، اسم عالم، يقولك سيدنا يبقى ده. وفي المغرب يقولك سيدنا، سيدي، يقولك سيدي فلان. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيد السيادة لأهل القرآن كما كانت. فأخذ زيد بن ثابت يد ابن عباس فقبلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عروة بن الزبير رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عاتقه قربة ماء، فقلت يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا، شايل قربة ماء علشان يسقي. فقال لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت في نفسي نخوة فأحببت أن أكسرها. شفت مراقب نفسه ازاي؟
الوفود جاية كلها مطيعين له، وصار ملك المسلمين ملك عظيم في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. فوجد نفسه كده هينتفش، ومضى بالقربة إلى حجرة امرأة من الأنصار فأفرغها في نائها، فاشتغل إيه؟ ساق شوية عشان يكسر نفسه. سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج الطوسي يقول: رؤيا أبو هريرة وهو أمير المدينة وعلى ظهره حزمة حطب وهو يقول: طرقوا للأمير. يعني شايل حزمة حطب وبيقول طرقوا، وسعوا الطريق للأمير وهو شايل حزمة حطب. سيدنا، ما دي تربية النبي، مش هم دول اللي رباهم النبي؟ لأن النبي كان كده، شافوا النبي كده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يروح يجمع حطب وهم يسلخوا الشاه ويساعدهم فيما هم فيه، وكان في مهنة أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وكان ما يشتري حاجة من السوق يحملها، يجي حد عايز يحملها منه يقول صاحب الشاي أولى بحمله. هو اللي رباهم على التواضع ده صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عبد الله الرازي: التواضع ترك التمييز في الخدمة. يا سلام. يعني ايه؟ يعني اما تيجي تخدم واحد فقير غلبان متواضع خالص، تخدمه كأن رئيس الجمهورية عندك، ما تميز، يبقى انت كده متواضع. لكن اما يجي لك واحد كده غلبان الحال وتيجي تخدمه كده نص نص، وبعدين جالك بقى عضو مجلس الشعب تفتح له احسن اوضه وتعمل له كده وتفضل واقف، فتمييز في الخدمه. انت المفروض بتخدم العبد لانه عبد لله، لنسبته الى الله. انما لما تخدم العبد لنسبته للدنيا، يبقى هتميز اللي عنده دنيا واللي ما عندوش دنيا. لكن اللي بتخدمه لنسبته لله، فالكل عندك سواء عبيد لله، فالكل تحترمهم ولا تميز، الكل تخدمه احسن خدمة، لانهم كلهم عبيد لله، نسبتهم الى الله مرفوعة، فهو مرفوع الذكر. خلقه الله واسجد له الملائكة وارسل له الرسل وانزل اليه افضل كتب وجعل الشمس تشرق من مشرقها من اجله حتى يتوب. يعني عمل له، سخر له ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فانت بتخدم غالي، واخد بالك، وهو بناء الله. فإن ميزت من أجل ما يملك، يبقى أنت تخدم من أجل الدنيا لا من أجل نسبته إلى الله، يبقى مش متواضع. تبقى أنت كده بتنظر للدنيا، تبقى أنت مش متواضع، تبقى أنت من أهل الكبر، لأن أهل الكبر أهل دنيا وأهل التواضع أهل آخرة. فهمت بقى كلامهم عميق إزاي؟ التواضع ترك التمييز في الخدمة. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت محمد بن أحمد بن هارون يقول: سمعت محمد بن العباس الدمشقي يقول: سمعت أحمد بن أبي الحوارى يقول: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة. طبعا أول ما يرى لنفسه قيمة، يبقى هيخدم الناس إزاي؟ ما هو شايف لنفسه تميز، يخدمهم ليه بقى؟ هو يتخدم بس، هو باشا وغيره عبيد، ده ما ينفعش، ده مش هيذوق بقى، مسكين ده، ده يبقى مسكين. من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ خادم القوم ايه؟ سيدهم. شفت كلام النبي بقى؟ خادم القوم في الظاهر هو اقلهم، لانه تواضع لهم فصار سيدهم. ان تواضع لله ايه؟ رفع. شفت كلام النبي؟ ماشي 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 كله زي ما قالك من تواضع لله رفعه، فقال لك خادم القوم سيدهم، لانه ده بيفسر ده. فهي كده المسألة. وقال يحيى بن معاذ: التكبر على من تكبر عليك بماله تواضع. التكبر مش مقصود بانك تتكبر على المتكبر، لا، انك تعرض عنه، تعرض عنه بس، لان التكبر على كل حال وحش، خلق ذميم. فهو يقصد هنا التكبر بمعنى الاعراض، الاعراض عن المتكبر من اجل دنياه، الاعراض هو ده فعلا تواضع. فهمت ازاي؟ ليه؟ لأن كأن الدنيا لا تمثل عندك شيء. شفت الإمام الشافعي يقول إيه؟ علمت أن القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلاذا يراني على بابه ولاذا يراني به منهمل، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. فمش منهمك مع أهل الدنيا لأنه مش منتظر. فلاذا يراني على بابه، يعني من أهل الدنيا منتظر على بابه عشان يمضي لي ويمشي لي مصلحة،
ولا ذا يراني به منهمك قاعد بدهنه علشان يعمل لي وطول منه حاجة، لا ده مهتم أنا به ولا ده مهتم به. فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. فهمت إزاي؟ يبقى إيه الإعراض عن أهل الدنيا المعتزين بدنياهم؟ هو ده التواضع، لأن الدنيا عند المتواضع لا تمثل شيء، لأن هو من أهل الآخرة فلا تمثل عنده شيء. لا، أصل التكبر مذموم على كل حال، لأنه خلق إذا دخل في قلب الإنسان وحش. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالعلماء هنا لما يقولك التكبر يقصد به الإعراض، حتى لا يكون في قلبك ذرة كبر حتى وعلى أهل الكبر، مش كده برضو الحديث كده؟ فالمفروض أنك أنت تبقى متواضع على طول، فأنت بتعرض عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه إذا رأى ما لا يعجبه أعرض وأشيح، كان عادة النبي كده، هي دي سنة النبي، إذا رأى ما لا يعجبه أعرض عنه وأشيح، كأنه ما شافوش صلى الله عليه وسلم ولا ينظر له صلى الله عليه وسلم. لكن ما تروحش تهاجمه ولا تسفهه ولا تتف عليه ولا تشتمه علشان تحقره، لا سيبه بقى، اعرض عنه وادعي له، قول اللهم رده إلينا ردا جميل، اللهم أنر بصيرته وتشفق عليه، لأن مسكين المتكبر مسكين. ليه؟ لأنه كمن يقف فوق جبل، الكل يراه صغيرا وهو يرى كل الناس صغار، فكل الناس شايفينه صغير وهو شايف كل الناس صغيرين، فهو مسكين واقف على جبل لوحده كمان وحيد لا أنيس له، فأنت يصعب عليك ده المتكبر، ده يصعب عليك صحيح. وقال الشبلي رحمه الله: ذلي عطل ذل اليهود، يعني ذلي في نفسي، يعني نظرتي إلى نفسي أنها يعني لا تستحق شيء وأنها من الحقارة بما كان، لما قارنت بما كتبه الله على اليهود قهرا بالذلة والمسكنة وجدت أنه لا شيء بالنسبة له، لأن ذل اليهود قهري وذلي أنا اختياري. فهمت؟ نظرته إلى ذل نفسي ذل اختياري يثاب عليه، إنما اليهود ربنا قهرهم فجعلهم مذلولين. وجاءه رجل فقال له الشبلي: ما أنت؟ قال: يا سيدي النقطة التي تحت الباء، يعني أنا ولا حاجة. إذا كانت حرف الباء بغير نقطة هو الأكوان والخلق فأنا تحت الخلق، أنا النقطة، أنا أقل واحد في الخلق، أنا النقطة. فإذا كان يعني شكل الحرف رسم الحرف كده هو الأكوان، فالنقطة التي تحتها هو تحت كل الخلق. شفت التعبير بتاعه؟ بيقول له: ما أنت؟ قال: أنا النقطة التي تحت الباء، لأن قالوا إن الباء دي رمز للأكوان، والنقطة لما توضعت جعلها الله تحتها، فهي نقطة بدء الأكوان وهو الذات المحمدية، هو نقطة بدء الأكوان التي بدأها الله سبحانه وتعالى به وجعلني فاتحا وخاتما، بدأ به الأكوان، لأن الله سبحانه وتعالى نظر إلى كل قلوب العباد فلم يجد قلبا أوضع من قلب محمد وأكثر تواضعا، فجعله هو نقطة بدء الأكوان صلى الله عليه وسلم، لأنه أول المسلمين والأكوان كلها مسلمة، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرا وإليه يرجعون. والنبي يقول: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، فهو أول المسلمين يبقى هو أول الأكوان. فهمت؟ وعشان كده ساعات يقول لك، لدرجة أن أحد العلماء الأفاضل الكبار في القرن الثاني عشر الهجري جلس هنا في الأزهر الشريف يشرح يفسر القرآن، فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، وشرع في تفسير الباء في بسم الله جلس فيها 2000 درس، ثم مات قبل أن ينتقل إلى السين. كان أحد أظن سيدي البكري، سيدي البكري جلس قالوا له: يا عم الشيخ تعالى، وكان ولي معروف، تعالى فسر لنا القرآن. فقال لهم: خلاص اعملوا مجلس. عمل مجلس وبدأ فدخل في بسم الله الرحمن الرحيم، جلس يفسر في الباء في بسم الله الرحمن الرحيم 2000 مجلس، ومات الرجل قبل أن ينتقل إلى حرف آخر. فانظر لو فتح الله عليك معنى من معاني حروف القرآن يضيق الزمان عن أن تتكلم بعد ذلك على أي حرف، لأن القرآن لا تنقضي عجائبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بصائرنا. ف
فقال له: أنت شاهدي ما لم تجعل لنفسك مقاما. يعني أنت حالك عندي مستقيم. سيدنا الشبلي لما قال له أن النقطة التي تحت الباء، قال له: لا، ده أنت عندي بقى كده حالك تمام، ما لم تجعل لنفسك مقاما، فإن نظرت لنفسك أن لك قيمة يبقى أنت ولا حاجة عندي بقى. طول ما أنت شايف نفسك، ما هو ربك بيقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهمت؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه. من التواضع كده انك انت تاكل الاكل اللي باقي، تاكل اللقمة المكسورة، تاكل في الطبق اللي كان فيه حد قبلك، تواضع. انما انت ايه ده، واحنا فراخ هتدونا عيش مكسر؟ اغسلوا الطبق ده، هتولي طبق نظيف. ده دليل انك انت عندك نوع من التميز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مكان الطفل ومكان زوجاته، ويأكل مع الصحابة صلى الله عليه وسلم، ويأكل كسرات خبز، ويقول نعم الإدام الخل صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد صلى الله عليه وسلم. فالحكاية لازم تعرف كيف كان نبيك متواضعا فتتأسى به في هذه الأخلاق. فمن علامات التواضع حاجات بسيطة، احنا قاعدين بنشرب مية كده، واخد بالك، وبعدين انت تتأفف انك انت تشرب مكان الناس. اذا كنت بتتأفف من اجل مرض مثلا تبقى معذور، بس مرض فيك، مرض فيك انت. يعني انت عندك مرض معدي فمش عايز تشرب مكان حد علشان اللي هيجي يشرب بعدك ما يتعديش، تبقى انت كده بتنصح للمسلمين. لكن لو انت فاهم ان كل دول مرضى وانت بس اللي سليم، والله انت بتتنفس في الهواء ميكروبات اكتر من اللي هتشربها مكان اخوك. لو بتتكلم بالطب بقى، وبتتكلم بعلم البكتيريولوجي بقى، هات علم بكتيريولوجي اللي هو علم الميكروبيولوجي بتاع بقى الميكروبات والجراثيم والشغل ده، خد عينة كده من الميكروبات اللي في الهواء اللي انت بتتنفسه للنهار، وهات عينة كده من مكان سقر اخيك، واعمل على دي مزرعة واعمل على دي مزرعة، هتلاقي اللي بتتنفسه امراضه اكتر من المكان سقر اخيك. دي حقيقة، دي حقيقة فعلا، حقيقة علمية فعلا. فنعمل ايه بقى؟ لكن الناس ماشية على طراطيف صوابعها من كتر ما هم قرفانين. طول النهار قال يع، عارف يع دي؟ ما يعرفهاش غير المصريين. يع دي كلمة مصرية تدل على شدة القرف. وقال بشر: سلموا على ابناء الدنيا بترك السلام عليهم. يعني بترك مش معناه ما تسلمش عليهم، يعني سلموا لهم، يعني سلموا لهم الدنيا، اتركوها لهم، لا تنازعوهم دنياهم. ادي معنى سلموا على اهل الدنيا بترك السلام عليه، لان النبي كان يسلم على من عرف ومن لم يعرف من حيث استلام التحيه، لكن هنا ما بيكلمكش على سلام التحيه، بيكلمك هنا على سلام التسليم. يعني النبي الامام الشافعي بيقول ايه؟ ان تجتنبها كنت سلما لاهلها على الدنيا، وإن تكتذبها نهشتك كلابها، وإن تكتذبها نهشتك كلابها، اللي هم طلابها يعني، مش كده؟ طب سلم بقى وسيبها تعيش سليم، ما حد ينهشك ولا حد، مش يقول لك عد قلبي ولا تعد رغيفي؟ أهل الدنيا يقولوا كده، عد قلبي ولا تعد رغيفي، إن قلبي على رغيفي ضعيف، مش يقولوا كده؟ أهل الدنيا، ده شعر أهل الدنيا، شعر حلمنتيشي لأهل الدنيا. فأنت سيب له رغيفه، لانك لما هتعض رغيفه كانك عضيت قلبه، وحد هتعض قلبه يسيبك؟ ده هيقتلك. وادي معنى سلموا على ابناء الدنيا بترك السلام عليهم، يعني سلموا لهم دنياهم. وقال شعيب بن حرب: بين انا في الطواف اذ لكذني انسان بمرفقه فالتفت اليه فاذا هو الفضيل بن عياض، فقال: يا أبا صالح، إن كنت تظن أنه شهد الموسم شر مني ومنك فبئس ما ظننت. دول كبار زهاد عصرهم الاثنين، شافوا بيطوف كده فلكزوا كده، قال له: لو تظن إن في الحجة السنة دي كلها جايين من بقاع الأرض جميعا حد أشر مني ومنك يبقى بئس ما ظننت. شفت قد إيه بقى؟ عشان كده صاروا أولياء بتواضعهم.
وقال بعضهم رأيت في الطواف إنسانا بين يديه شاكرية يمنعون الناس لأجله عن الطواف. يعني حواليه كده هيلمان وناس قاعدة وسع ولد طرق للأمير وسع وسع كل ده في الطواف، وهو بقى ماشي يطوف ايه يا أرض تهدي ما عليك أدي، واخد بالك؟ دي معنى الشاكرية، يمنعون الناس لأجله عن الطواف. ثم رأيته بعد ذلك بمدة سنوات بقى على جسر بغداد يسأل الناس شيئا، بقى شحات بعد سنوات. فتعجبت منه فقال لي أنا تكبرت في موضع يتواضع الناس هناك فابتلاني الله سبحانه بالتذلل في موضع يترفع فيه الناس، يعني وعارف ذنبه. وبلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنا له اشترى فصا بألف درهم، فكتب إليه عمر بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم، فإذا أتاك كتابي هذا فبيع الخاتم وأشبع ألف بطن واتخذ خاتما من درهمين واجعل فصه حديدا صينيا. الظاهر كانت الصين بتبعت برضو صناعتها للمدينة. الصينيين دول شغلانة. بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى وضع حكمته في منطق العرب وفي عقل اليونان وفي يد الصين. في ناس يقولوا كده بالتجربة، يعني يقول لك وضع حكمته يعني في عقل اليونان، تجد معظم الأمور العقلية والرياضيات والحاجات دي والفلسفة والشغلانة دي جت من اليونان، ووضع حكمته في منطق العرب فتجد ألفاظ العرب منضبطة ولغتهم جميلة وما فيش أحلى منها في التعبير، وجعل حكمته في يد أهل الصين فتجد الصناعات الصينية طول عمرها ظاهر من زمان يعني، لكن الوقت بقوا يلكلكوها. واجعل فصه حديدا صينيا واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، عشان يتذكر قدره بدل ما يشتري فص بألف درهم طب ما يجيبه بدرهم واحد، واكتب رحم الله امرأ عرف قدر نفسه وأكل بالألف درهم دول ألف بطن أحسن لك. وقيل عرض على بعض الأمراء مملوك بألف درهم فلما أحضر الثمن استكثره فبدأ له في شرائه، فبعد ما جاب الثمن قال له كتير، ففكر يرجع الفلوس تاني الخزنة، فرد الثمن إلى الخزانة فقال العبد يا مولاي اشترني فإن في بكل درهم من هذه الدراهم خصلة تساوي أكثر من ألف درهم. فقال وما هي؟ فقال أقلها وأدناها ما لو اشتريتني وقدمتني على جميع مماليكك لا أغلص في نفسي وأعلم أني أنا عبدك فاشتراه. يعني قال له ان انا متواضع تواضع جم، عارف ان انا عبد، حتى لو خلتني رئيس كل ما تملك برضو انا عبد، فاشترى من اجل تواضعه. وده رمز يعني. وحكي عن رجاء ابن حيوة انه قال قومت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو يخطب. عمر بن عبد العزيز كان امير للمؤمنين، كان ساعتها حاكم، وهو بيخطب كده قاعد يبص ايه لابس ايه، يعني بكام دي وبكام دي، فقومها باثني عشر درهما وكانت قباء وعمامة وقميصا وسراويل وخفين وقلمسوة. وقيل مشى عبد الله بن محمد بن واسع مشيا لا يحمد، يعني مشي متكبر كده بيختال، فقال له أبوه وتدري بكم اشتريت أمك؟ الظاهر وكان ابن أمه، يقول له أنت متكبر ليه؟ ده أنا شاري أمك من سوق النخاسين. اعرف أصلك، ارجع لأصلك، عايز يرد ابنه للخلق الحميد. فقال وتدري بكم اشتريت امك؟ بثلاثمائة درهم، وابوك لا اكثر الله من امثاله في المسلمين مثله ابدا. يعني وابوك عدل قوي، يعني ربنا ما يكتر زيه، والا كانت الدنيا تتخرب. وانت تمشي هذه المشيه، شوف امك ايه وابوك ايه، ماشي بتتبختر ليه يعني؟ عايز يرده للخلق. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أحمد بن الفراء يقول، سمعت عبد الله بن منازل يقول، سمعت حمدون القصار يقول التواضع ألا ترى لأحد إلى نفسك حاجة لا في الدين ولا في الدنيا. يا سلام، يعني لا تحتاج لأحد لا في الدين ولا في الدنيا، يبقى توكلك على الله ومسألتك إلى الله وربنا سبحانه وتعالى يجعل غناك به لا بأهل الدنيا. وقال إبراهيم بن أدهم ما سررت في إسلامي إلا ثلاث مرات. شوف بقى المرات اللي تسر فيها،
وابراهيم ابن ادم كان اصله امير من الحكام الكبار، وبعدين ربنا تاب عليه وزهد في الدنيا وتركها كلها. مره كنت في سفينه وفيها رجل مضحاك، رجل بيهزر يعني، كان يقول كنا ناخذ العلج في بلاد الترك هكذا، وكان ياخذ بشعر راسي ويهزني. يعني بيعملوا مثال للعلج اللي هو الكافر الغليظ، فبيحكي لهم كنا بناخد الكافر ازاي الغليظ في بلاد الترك واحنا بنحاربهم، وناخده في الاسر ازاي نشده من شعره كده، ويروح شارد سيدنا ابراهيم ابن ادم من شعره كده ويهز. فيسرني ذلك لانه لم يكن في السفينة احد احقر في عينه منه. شوف ما زعلش منه، ده بقى مبسوط منه قوي. ليه؟ لانه كده اثبت له انه هو احقر واحد في السفينة، فانبسط قوي ان هو كده محدش داريان دي، يا سيدي كده اجمل حاجة. التواضع أن تعتقد أنك أقل مما صنعت لا فوق مما صنعت. التواضع قالها في الحكم كده، مش كده برضو؟ التواضع أن تعتقد أنك أقل مما صنعت لا فوق ما صنعت. مش أنت مثلا تقعد على أرافيسك وتاكل مع البواب وتقول أديني عملت أقل من اللي أنا كنت، كان حقي كنت قعدت على الترابيزة فوق، لكن انا بعمل اهو كده عشان ابقى متواضع. فانت تظن انك فوق ما صنعت، تبقى انت كده متكبر، وانت قاعد بتاكل على الارض مع البواب متكبر، لانك انت تعتقد انك فوق ما صنعت. فهمت ازاي؟ لكن لما تعمل كده وتعتقد انك انت لسه اقل مما صنعت، ده البواب احسن منك، ده كتر خيره ان قاعد ويقبل ياكل معاك، لو اطلع على معاصيك وذنوبك ما كانش طاق ريحتك. فكويس ان ربنا سترك وفتح نفسه ياكل معاك، ساعتها تبقى انت بقى متواضع. شفت كلام سيدنا عبد الله بن عطاء عالي ازاي؟ بيعمل لك الاشعه المقطعيه اللي تبين لك التواضع والكبر في قلبك ولو كان ذره. وده ما تبانش حتى في الاشعات المقطعيه ولا بالرنين المغناطيسي ولا باي حاجه. تدفع اموال طائله وتعمل تحاليل واشعات ما تبانش. لكن سيدنا عبد الله بن عطاء يديك المقياس ازاي تقيس التواضع. أن تشعر أنك أقل مما، شوف سيدنا إبراهيم بن آدم مبسوط قوي أنه هو شايفه أنه عمل فيه كده، وما بيعتقدش أنه هو ما كانش حقه يتعمل فيه كده، لا ده هو أقل واحد فعلا، ده هو أقل واحد فعلا وهو يستاهل اللي يبقى كده برضه. فهو ده التواضع الحقيقي، عشان كده كان سعيد قوي، سعيد أنه هو ما كانش فيه أقل واحد منه ومش شايف أقل واحد منه، مش يقول إيه ده يعمل فيا كده وأنا والي من الأولياء، ده أنا دعوتي مستجاب. ده انا اقول الله يهدك السفينه كلها تغرق. لا ما يعملش كده، ما عندهمش الايه يعني حب الانتقام والغل، الحاجات دي مش موجوده في قلوبهم. الاخرى تاني مره بقى، كنت عليلا في مسجد، كان عيان ونايم في مسجد، فدخل المؤذن وقال اخرج. ايه ده؟ احنا متسولين هنا؟ شوية شحاتين تقعد تنافس، اطلع اطلع بره. فلم اطق، مش قادر يقوم من المرض، فجره من رجليه. المؤذن جره من رجليه ورماه على باب المسجد. فاخذ برجلي وجرني الى خارج المسجد، فبقى سعيد قوي هو عمل فيه كده. ما دعاش عليه ولا قال ينتقم منك بحق هذا الاذان، تعمل فيا كده وانا عيان يا مجرم. ما عندوش الحكايه دي. شفت ازاي ربه نفسهم؟ شوف ازاي بقى كان يعفو ويصفح. والثالثة كنت بالشام، كان في الشام، وعلي فرو، فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل لكثرته، فسرني ذلك. كانوا بيسافروا بالشهور الطويلة في الصحاري، يجي مثلا سفر طويل ومفيش حاجة يستحمى فيه، فعلى ما يوصل طبعا والدنيا حر وعرق يأمل، فلما شاف المنظر ده قال ياه ده الناس هتشوفني هتحتقرني احتقار، ده جميلة، ايه الحلاوة دي؟ اي واحد يشوفه مأمل كده يجري، ايه المقرف ده، ابعد عني. فبقى مبسوط قوي من الحكاية دي، ان هو لا يرى في نفسه مزية وتبقى الناس كلها محتقرة، لان هو شايف في نفسه انه اقل الناس، اقل الناس. ما انا حكيت لك قصة سيدنا عبد الوهاب الشعراني مع سيدنا الخواص، ابراهيم الخواص، علي الخواص، لأن إبراهيم الخواص كان قبليه بسنوات طويلة. سيدنا علي الخواص في مصر هنا، وإبراهيم الخواص كان في العراق. لما دخل على سيدنا علي الخواص علشان يرده إلى الله بقى، اللي هو عالم كبير بس مش حاسس إن قلبه حاضر.
حاسس انه بربان ده حافظ كده جاز تسجيل لكنه قلبه مش مهزوز. فاشتكى لزمايله وما عارفوا الحكايه دي قسوه قلبه، فقالوا له والله احنا ما نعرفش الا انت تروح لواحد اسمه علي الخواص هنا قاعد في باب الشعريه بيبيع خوص، راجل كده طيب وما بيعرفش يقرا ولا يكتب، وده كان شيخ الازهر الكبير اكبر عمه شيخ الاسلام، كان يقول لك خطبه الجمعه والدرس بتاعه يحضر له 10,000 حاجه يعني ايه بعد كده، وهو مش حاسس بحاجه. فقالوا له بقى روح للراجل ده اللي بيبيع الخوص ده ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، هو ده اللي هيعالج لك قلبك. فاما دخل على سيدنا علي الخواص قال له ايه؟ قال له لا تدخل علي حتى تقبل يد اقل الناس، ما تجيليش تاني، خلاص انا عارف انت جاي ليه، انت ما تجيليش، روح قبل ايد اقل الناس وتعالى لي. احد يلف في مصر مين اقل الناس مين اقل الناس، لحد ما قابل في الاخر واحد ولي كده قال له شيخك بيقول لك قبل ايد اقل الناس، قبل ايد نفسك وادخل عليه انت اقل الناس. فهمت ازاي بقى؟ فلما عرف ان هو اقل الناس مش متميز على الناس ابتدى الحجاب يقل في قلبه، يعني كان محجوب بنفسه. عرفت بقى ليه هو صره ان هو يبقى كده؟ لانه شايف نفسه اقل الناس. فلما يبقى شايف نفسه اقل الناس والناس هتشوفه اقل الناس، يبقى الناس شافته بالمنظار الحقيقي مش بالمنظار المكبر، يبقى مبسوط. فهمت ازاي؟ لم يوضعوه في فوق قدري. فافهم، افهم العلماء دول الاولياء دول كانوا بينظروا ازاي، بينظروا بالمنظار الحقيقي. سيدنا عمر يقول لو نادى منادي يوم القيامه كل الناس في الجنه الا واحد لظننت انه عمر، ما يقولش لظننت انه فرعون ولا ابو لهب، لظننت انه عمر. لا يامن مكر الله، لا يرى في نفسه مزيه. شفت ازاي؟ لكن انت حاطط في بطنك بطيخه صيف، النهاردة صليت الفجر وقريت قرآن وجيت حضرت الدرس، ايه الحلاوة دي؟ يا سلام، يا رب أموت دلوقتي بقى عشان أدخل الجنة. أنت يعني عارف إن ربك قابل منك هذا؟ فوق لنفسك، فوق لنفسك. شوف سيدنا عمر اللي عمل ده كله يقول إيه، وشوف أنت ما عملتش إلا صليت الفجر وقريت جزء قرآن وتنك جاي هنا وافتكرت إنك أنت يا أرض تهدي ما عليك يهدي. لأ بقى، بقى ولي. إن شاء الله أنت في السكة، لكن لسه. فالصبر جميل. وفي حكاية أخرى عنه قال ما سررت بشيء كسروري أني كنت يوما جالسا فجاء إنسان وبال علي، افتكروا كم زبالة. يعني هو قاعد كده ومتغطي بهدومه، هدومه زبالة، فجاء راجل فاكر أن دي كم زبالة فراح بال عليه، ما يعرفش أن في بني آدم تحتها. يا سلام، انبسط قوي أنه هو بقى كم زبالة لأنه شايف نفسه زبالة. شفت يا اخي الناس دي؟ يا خبر ابيض، ايه ده؟ إيه ازاي وصلوا دول ان هو فعلا يعني يتربى الى هذه الدرجه؟ ما هو يقول لك الصوفي كالارض يطأها الناس وتخرج اليهم النفع. الناس كلها قاعده ماشيه تدب فيها، والناس كلها تضرب فيها، والناس تعمل فيها وتطلع لهم الزرع ياكلوه. ولا ترى لنفسها مزيه عليهم. هو ده الصوفي. كالارض يعني بيشبه نفسه بالارض. وقيل تشاجر ابو ذر وبلال رضي الله عنهما فعير ابو ذر بلالا بالسواد، قال له يا ابن السوداء او قال له يا اسود او شيء من هذا، فشكاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر انه بقي في قلبك من كبر الجاهليه شيء. فالقى ابو ذر نفسه وحلف الا يرفع راسه حتى يطأ بلال خده بقدمه. في الحال عايز يتوب، وصل الشيخ؟ وضع يده، وضع خده على الارض كده ورفع خده وقال له والله ما انا قايم الا لما تحط رجلك على خدي. ده لسيدنا بلال علشان يتوب الى الله. شوف ازاي بيربوا نفسهم في الحال. لما الرسول قال له انت عندك كبر من كبر الجاهليه، ايه السوداء؟ وانت اخترت لونك؟ انت اخترت لونك فوق. وشفت المسلمين بقى ما عندهمش الحكايه دي. الامريكان عملوا ايه في السود؟ هم نفسهم عارفين. المسلمين عملوا ايه في السود؟ خلوهم مؤذنين، شلناهم على دماغنا، نحبهم، يدخلوا علينا منورين. والله الواحد بيشوف ناس سوداء البشره منيره الوجه. نعم نعم. وتشوف ناس شقر البشره مظلم الوجه. فنسال الله السلامه، لان النور ده مش من لون البشره، ده بالايمان.
بالإيمان وبمحبة النبي. أصل النبي نور، اللي في قلبه محبة للنبي تلاقيه تنعكس على قلبه على وشه تلاقيه منور، واللي في قلبه حتى من المسلمين ويكون ما فيش محبة خالصة للنبي كده فيه لخبطة تلاقي وشه مظلم حتى لو طول الليل بيصلي. فدي المسألة، لأن النبي نور. أنت عارف أبو النبي كانوا يشوفوا في جبهته نور قبل أن يتزوج، نور النبي، وأجداد النبي كلهم كانوا يروا في جبهتهم نور، نور النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انتقل إلى بطن أمه فوجدت أنه دخل فيها نور، ولما وضعته وجدت نور خرج منه. فكل من يحب النبي يجد في قلبه نور ينير جبهته وصورته حتى ولو كان يعني لونه فيه نوع سواد. فألقى أبو ذر نفسه وحلف ألا يرفع رأسه حتى يطأ بلال خده بقدمه، فلم يرفع حتى فعل بلال ذلك. ومر الحسن بن علي رضي الله عنهما بصبيان معهم كسر خبز فاستضافوه، اتنين قاعدين بيأكلوا، عيال صغيرين بيأكلوا ايه كسرات خبز، شافوا سيدنا علي معدي كده، سيدنا علي بقى فرحانين بيه، سيدنا الحسن ابن سيدنا علي سيدنا الحسن، فقالوا له ايه تعالى كل معانا يا مولانا، فنزل واكل معهم. شوف عايز يطيب خاطرهم، سيدنا الحسن عايز يطيب خاطرهم ويتحبب اليهم لانه عنده شفقة من جده صلى الله عليه وسلم. حاكل مع عيال وحاكل ايه احنا بتوع الحاجات دي، هقعد انا في الشارع كده مع عيال؟ يا قليل الادب انت وهو، مين اللي رباك؟ ما عملش كده، ما عملش كده ابدا، راح نازل وراح قاعد معاهم حيث يجلسوا واكل معاهم كسر الخبز، وبعدين خدهم معاه هياكلهم عنده بقى في بيته. واكل معهم ثم حملهم الى منزله واطعمهم وكساهم وقال اليد لهم، هم يدهم اعلى مني لانهم لم يجدوا غير ما اطعموني ونحن نجد اكثر منهم، هم ما حلتهمش اللي بياكلوه ده ودعوني عليه، وانا اديتهم جزء مما املك ما اديتلهمش كل ما املك، يبقى هم افضل مني. شفت بقى نظرته، شفت نظرة سيدنا الحسن متواضعة ازاي، لانه ايه يعني يجري فيه دم النبي امام المتواضعين صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل قسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحلل بين الصحابة من غنيمة، كان بيقسم الغنائم بين الصحابة بايه على حسب اقدميتهم في الصحبة، اهل بدر ليهم نصيب، اهل احد ليهم نصيب، المهاجرين ليهم نصيب اعلى من الطلقاء اللي اسلموا بعد الفتح وهكذا، كان ليه عامل نظام كده سيدنا عمر في التقسيم. فكان واقف يقسم الغنيمة بين الصحابة، فبعث الى معاذ حلة يمانية، حلة فخمة كده سيدنا معاذ بن جبل، فباعها واشترى ستة اعبد، دليل انها شوف حلة واحدة يبيعها يجيب بها ستة عبيد، يبقى حلة فخمة قوي، ايه ده؟ دي غالية جدا. فباعها واشترى ستة اعبد واعتقهم، فبلغ عمر ذلك ان هو عمل كده، فقال بقى انا يعني اديته حلة الغالية دي يلبسها كده وهو من علماء الامة، يتباهى بيها كده ويبقى حاجة تليق بعلماء الامة. فبلغ ذلك عمر فكان يقسم الحلل بعده، فبعث اليه حلة دون تلك فعاتبه معاذ، فقال له عمر لا معاتبة لأنك بعت الأولى، أنت ما انت بعت الأولى أنت مستغني، ما أنا بديك واحدة تانية أدنى منها عندي غيرك بقى حاجة تانية. فقال معاذ وما عليك ادفع إلي نصيبي وقد حلفت لأضربن بها رأسك. سيدنا معاذ قال له اديني نصيبي وأنا حلفت لما تديني نصيبي هضربك هضرب بيها رأسك، علشان كده أنت ما كنتش هتديني. فقال عمر هذه رأسي بين يديك وقد يرفق الشيخ بالشيخ. شوف سيدنا عمر عشان تعرف التواضع. ونقف عند هذا الحد ان شاء الله في درس الوقت في المنطق، فان شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين وان يتقبل منا ومنكم. وان شاء الله السبت القادم والذي بعده اجازة ان شاء الله، مسافر عمرة يوم الخميس، ويبقى اول سبت نلتقي بيه يوم 30/4 30 شهر ابريل ان شاء الله. وجزاكم الله خير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما تحدثت.
لا.